أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلديات والزراعة تدشين خدمة تجديد رخص البناء الصادرة قبل انتهاء صلاحيتها وتمديد صلاحيتها لمدة سنة واحدة في نظام بنايات الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين والجهات المعنية في مملكة البحرين. وأوضح الوزير بأن عملية تجديد الرخص ستتم من خلال المكتب الهندسي مقدم الطلب، مما يتيح للمستخدمين تجديد رخصهم بسهولة دون الحاجة للتوجه مباشرة إلى الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في الحصول على الخدمات، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في المملكة. من جانبه أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن استحداث خدمة تجديد رخص البناء بعد إعادة هندسة إجراءات الوضع الحالي لعملية تجديد رخص البناء الصادرة أصبحت خدمة إلكترونية تلقائية بنسبة 100%، حيث شهدت الخدمة تحسين واجهة وتجربة المستخدمين بجانب إلغاء المستندات والموافقات اللازمة للحصول على تمديد سريان رخصة البناء لمدة سنة واحدة، فضلا عن تسهيل عملية دفع الرسوم، مبينا أثر ذلك في تعزيز أداء القطاع العقاري والملاك والمستثمرين من خلال تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتسهيلها.